بعد ما انا فقدت ال دي جي اي مافيك 2 برو فاشتريت ميني 2 زي ما انتم شايفين العلبة بهذا الشكل دي جي اي. انا اشتريت الكومبو لان الكومبو هو اكتر حاجة مفيدة لان جاي معاه بطاريات بزيادة وانا دايما البطاريات عندي بتخلص. افتح العلبة من فوق. بسم الله الرحمن الرحيم. يا سلام في الشنطة الجديدة للمينيتو. انا في الغالب دايما يعني معظم الوقت مش هستخدم الشنطة دي لانها دايما باخدها باخد الدرون ومعدات التصوير كلها باخدها في شنطة كبيرة باخد فيها الخيمة كمان. الشنطة شكلها شيك جدا. هنشوف عندنا الميني 2 نهار ابيض حجمه صغير جدا. ايه ده؟ ما شاء الله. ده ريموت كنترول الجديد للميني 2 والمافيك اير 2. عندنا كمان جاي USB-C to USB-C القديم وشحن البطاريات بالبطاريات جواه. عندنا كمان الـ USB-C كيبل. نهار أبيض حجمه صغير جدا خايف يتكسر في إيدي. هو يعني هو عامل زي عامل زي كاميرا الموبايل بس بتطير. وشاحن البطاريات. هو طبعا ثلاث بطاريات واحدة منهم اللي هي جوه الدرون. بطاريات طالعة ده ملوش أي علاقة. الصورة ده ملوش أي علاقة. تسحب البطارية تقريبا. يعني انا شايف كل حاجة جوا الدرون. انا درون يعني صغير جدا ورخيص الثمن. بالنسبة للشنطة اللي جاية مع الدرون الشنطة دي فيها فيها زيبر هنا تفتحه كده والزيبر ده في ال في الستكس الباك اب ستكس. انت لو ضاع منك الستكس الموجوده في الريموت كنترول بتقدر ان انت بتقدر ان انت تستخدم غيرهم. وجاي معاه مفك تستخدم المفك ده في ان انت تركب البروبيلرز الاحتياطيه اللي جايه مع الكومبو. وده حاجه لطيفه قوي ان انت مش محتاج تشتري باك اب. يعني انت مش محتاج ان انت تشتري واحدة تانية زي دي مثلا وتخليها معاك. لا الكومبو جاي معاه ستة زيادة. الريموت كنترول اولا في بطارية خاصة بيه فده معناه ان انت ممكن تشحن الموبايل وانت بتستخدم الدرون. الكابل اللي في النص ده اللي جاي معاه هو كابل ايفون ولكن جاي معاه اكتر من كابل. لو انت عايز تستخدم USB-C لو موبايلك USB-C او USB-C القديم ممكن تستخدم تغير الكابل اللي جوه ده بالكابل التاني. الحاجة التانية ان انت معاك الستيكس محطوطة هنا. طبعا الريموت كنترول بيتشحن USB-C الكابل ده وممكن تشحن الدرون نفسه بنفس الكابل USB-C من هنا. وهنا المكان اللي بتحط فيه الميموري كارد زي ما انتم شايفين كده. مهم نفهم بقى ان شحن البطاريات ده شحن لطيف جدا. ده بتحط فيه كل البطاريات الثلاث بطاريات اللي عندك وتقدر ان انت تشحنه في USB-C طبعا. وبتقدر ان انت تشحن منه موبايلك يعني ممكن تستخدمه as a power bank لو انت حبيت تستخدمه. الجميل في ده ان انت ممكن تشحنه من تشحن البطاريات بتاعت الدرون من العربية او من اي مكان او من باور بانك.
من شاحن اليو اس بي سي. الدرون ده مختلف عن الدرون اللي قبله في اشياء كتير جدا الحقيقه. اولا هو بيستخدم الريموت بيستخدم ايكو سينك 2، وده بيخليك ان انت ما يحصلكش انترفيرنس مع الواي فاي، ودي كانت مشاكل موجوده في الميني 1. عندك كمان ان الكاميرا الجديده دي بتصور 4K، ودلوقتي بتصور صور تقدر تصور صور مش بس جي بيك زي الميني 1، لكن انت بتقدر ان انت تصور رو وتقدر تعدلها على الكمبيوتر. هنجرب بقى دلوقتي الدرون. حلو جدا. طيب لو نزلت الستيكس دي كده، نجرب نطيرها. انا عامل ان انا لما برجع على مكاني في بريتيرن تو هوم التيتيود 44 متر، لو في شجره او حاجه ما يخبطش فيها. انا معلي الماكس التيتيود ل 500 متر، قانونيا المفروض ب 120 متر في اوروبا وفي امريكا. مسموح لي ان انا اطلع فوق شيء لو الحاجه دي فوق ال 120 متر. مخلي الماكس ديستنس 4000 متر، 4000 يعني 4 كيلو. طبعا انت ممكن تخليها لغايه 5 مثلا. من هنا بتقدر ان انت تغير مكان الهوم بوينت بتاعتك، بحيث ان انت لو الدرون في مكان معين تقدر ان انت تقول له المكان ده هو ده النيو هوم بوينت. عندك الباتري انفو، درجه الحراره في البطاريه 21 درجه. طبعا نجرب دلوقتي الكويك شوتس. فانت عندك اربع انواع، في عندك الدروني والروكت والسيركل والهيليكس. طبعا لان المافيك ميني 2 ما فيهوش سنسورز على يمين وشمال، وما فيهوش غير سنسور تحت، فلذلك الكويك شوتس قلت. يعني مش كل الكويك شوتس اللي ظاهره هنا هي دي الموجوده في الكويك شوتس، بس دي اللي تقدر تستخدمها في الميني 2. خلينا مثلا نجرب الدروني دلوقتي. هو الدرون شايفني، بس ينزل تحت شوية. هو شافني، لكن لو هو ما كانش شافني فأنا بقدر أعلم بالعلامة الخضراء دي. فهو شافني، فمجرد بدوس عليها بيظبط نفسه. أقول له ستارت. طبعا هو بيخلص وبعدين بيرجع تاني مكان ما بدأ. فدلوقتي خلص الكويك شوت اهوت وراجع تاني. طبعا انا بصور 4K 30 فريم بير سكند، ده بصراحة احسن حاجة انا بحب اشتغل بيها. دلوقتي هو راجع مكانه، هنغير ما بين الدرون، نخليها الروكت 80 متر، نخليها دلوقتي هو بدأ يشوفني اهوت. هو ده انا و ستارت. هاي هاي.
طبعا خلص دلوقتي وراجع تاني مكانه. حلو جدا، نجرب السيركل. هنرفع شوية الدرون، نجرب السيركل، هنختار هيلف في أي اتجاه ونبدأ. جميل ان هو بيلف في نفس المسار بالظبط، ودي السيركل ده يمكن من احسن الحاجات اللي ممكن تعملها، لانك ممكن تصور مبنى تلف حوالين مبنى او شيء يعني point of interest. خلص ورجع في مكانه بالظبط. هنجرب بقى اخر حاجة هي الهيليكس، هنختار اعلى حاجة انه يطلع 120 متر فوق، وهيلف في اني اتجاه، هنلف بهذا الاتجاه، اخترنا ابدأ. هيليكس برضو من الحاجات اللي شكلها كول جدا زي ما انتم شايفين. شكله حلو قوي ان هو بيلف بزاويه كده، شكله حلو قوي. الدرون كتير ملوش صوت وحجمه صغير جدا. دلوقتي بدات شايفه؟ لا اهو هناك اهو. اوه المشهد رائع، مشهد رائع. الهيليكس 120 متر، ده ارتفاع 120 متر زي ما انتم شايفين كده. يا ديفل ديليت اندرونا نور دوبلير ساكستن اور دو كان شوبا دان درونا يا دو موفينتا. دلوقتي الدرون راجع، شكله رائع، رجع في نفس مكانه بالظبط، يعني مش نفسه بالظبط قوي. يمكن هنا بالظبط. دي اخر حاجة هنجربها. 4K 30 فريم بير سكند. هنجرب بقى ان هو هل الدرون هيرجع مكانه لما يفصل ولا لا. خليني ارجع كده نطير هنا. انا هجرب ان انا لو فصلت، لو كل حاجه فصلت عني، سيجنال فصلت وكل حاجه، هل الدرون هيرجع مكانه ولا لا. شوف انا دلوقتي بعيد جدا 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 جدا. هنفصل ده وهنفصل الريموت تماما. دلوقتي انا فصلتهم كلهم، دلوقتي انفصلت كل حاجة وخرجت برا البرنامج. خلينا نشوف بقى ايه اللي هيحصل. ادي كمان انا هقفل الموبايل خلاص ونشوف ايه اللي هيحصل. شوف هل الدرون هيرجع مكانه تاني ولا لا. طبعا الدرون كان تقريبا ارتفاع 100 حوالي 200 متر، فاحنا هنشوف دلوقتي. يلا يلا يلا، تعالى 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 تعالى. انا بدأت اسمع صوته، بدأت اسمع صوته. رجع رجع رجع. طبعا هو ارتفاع على ارتفاع 44 متر بيوصل النقطة المعينة اللي هي فيها الهوم، وبعدين بيجي لارتفاع 44 متر، وبعدين بيبدأ ينزل تاني. زي ما قلنا ان الدرون بيفضل طاير للبوينت. لو هو كان نازل تحت المفروض بيطلع على ارتفاع 44 متر، وبعدين يطير للنقطة المحددة اللي فيها الهوم، وبعدين بيبتدي ينزل تحت.
انا وينزل لوحده بالظبط. فهو اول ما فصل كل حاجه رجع مكانه